بذكر بقى العظمة اللي احنا بنعملها كمصريين، احنا عارفين دايما انه في متابعتنا لكرة القدم كده عندنا تصنيفات، فنقول اهم حاجة نشجعها المنتخب، وبعدين كل واحد بيشجع نادي، ففي دوري الدرجة الاولى، دوري الممتاز، وبعدين دوري الدرجة الثانية، ودوري الدرجة الثالثة، فرقة درجة رابعة، وهكذا. فإحنا عندنا تصنيفات، وعندنا بالمناسبة موهوبين في كل هذه الدوريات، وأي حد بيلعب كورة في مصر هو موهوب بشكل ما. لكن اللطافة بتاعة القصة الجاية دي إنه دايما دايما دوري مثلا الدرجة التانية يتمنى يقول لو عندنا شوية إمكانيات، لو نعرف نجيب لبس للعيبة، لو نعرف نجيب لعيبة نخليهم يتفرغوا. اللي حصل بقى إنه واحد من نقدر نسميهم من نوادي دوري المظالم، دوري واحد بيتقال عليه المظالم انه ما عندوش متابعه كفايه، مش بنتابعه كفايه، ما عندوش جماهيريه. واحد بقى من هذه الانديه مش بس بقى عنده لبس للعيبه ولا عنده قدره على انه يجيب لعيبه كويسين، لا، الحكايه عدت. الموضوع بقى ان احنا عندنا مدرب اجنبي مخضرم والسي في بتاعه قوي جدا لفريق من اللي بنسميهم انديه الدرجه الرابعه، نادي مكادي. نادي مكادي واحد من أندية الصعيد، واستقدم مدرب إنجليزي مخضرم اسمه دون شانكس. والراجل ده لما الناس دورت بقى في السي في بتاعه، هذا الرجل درب عمالقة في الكرة الإنجليزية، درب فولهام، بيرني، وكوينز بارك، وبرايتون، وعنده مسيرة طويلة جدا في دول كتيرة. فريق مكادي بالمناسبة يعني من الفرق المميزة جدا، طبعا مش بس بذكر المدرب اللي بيشرف عليه شانكس، لكن هو بيحقق نتائج في الفترة الأخيرة كويسة جدا، انه تصدر المجموعة الثانية في منطقة الأقصر ب 24 نقطة، فاز للثمان مباريات متتالية امام فرق من مختلف محافظات مصر. الحاجة اللطيفة في القصة دي انك تقدر تقول ان الحلم او الشكل المثالي اللي احنا بنتمناه نقول انه تصعد الانديه دي، وانه الخبرات تتراكم، فنلاقي في الدوري الممتاز اسماء جديده ونوادي جديده، ويبقى في زخم كده في الحياه الكرويه. اللي بيحصل ده بالشكل الاحترافي ده يقول لنا انه ده سيناريو ممكن. احنا معانا على التليفون الاستاذ احمد الصحيفي، رئيس نادي مكادي. مساء الخير عليك استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. استاذ احمد، يعني طبعا ناس كتير ما تعرفش الشكل المؤسسي والعمل المنظم اللي واضح انه بيؤدي بيكم لنجاحات كده متتاليه في اداره النادي، لكن احنا عايزين نسمع من حضرتك خلفيات اداره النادي، مش بس فكره ان مدرب اجنبي، احنا ما عندناش عقده الخواجه ولا حاجه، بس احنا مبسوطين بالنتائج وبالنظام وبطريقه التفكير. طبعا هو طبعا الحمد لله احنا اسسنا نادي مكادي يعتبر 2021 على غرار نادي الجونه بالظبط، زي ما اسسنا نادي الجونه وصعدنا بيه من الدرجه الرابعه للممتاز. الحمد لله اسسنا نادي مكادي برضه بنفس الطريقه. وفكره ان نجيب مدرب اجنبي، لان احنا كنا عملنا التجربه دي برضه في نادي الجونه، وطلع من تحت ايد المدرب الاجنبي لعيبه كتير حاليا كان ناشئين، حاليا كلهم بيلعبوا في دوري ممتاز، كان احمد عفيفي ولا سولاري ولا كريم بامبو وعمرو بامبو وحضري ومؤمن وعلاء، كلهم يعني طالعين من تحت ايد المدرب، لان احنا يعني فكرنا كله ان اهم شيء الاساس ان تاسس اللاعب صح، وتاسس المنشاه كلها والنادي بتاسس صح، لان التاسيس الصح هو اللي بيخلي فيه استمراريه فيما بعد. تأسيس الصح بمعنى من اول اكتشاف المواهب لحد فريق الناشئين لحد التغذيه، كل العوامل دي على مدار سنوات التحضير دي؟ بالتاكيد، لان هو لو ما كانش اللاعب اتاسس من هو صغير وهو ناشئ، مش هنعرف نستفيد منه لما يكبر، فلازم يكون من الاساس ان هو صح، والنادي نفسه كمان بنحط اسس بنمشي عليها من درجه رابعه، يعني بنشتغل شغل احترافي، يعني بحيث ان احنا بنعمل خطه ان خلال ان شاء الله 3 سنوات يعني نكون او 4 سنوات نكون وصلنا الدوري الممتاز ان شاء الله، ويكون لنا استمراريه في الدوري الممتاز وفي قطاع الناشئين، وفي لان احنا دايما يعني ان شاء الله من بدايه الموسم القادم كمان يعني هيبقى في قطاع ناشئين كامل، بحيث ان احنا نقدر نعمل قاعده ناشئين للنادي، ونقدر يعني يبقى في تاثير صح للاعيب، لان ده اللي ناقص عندنا في الكره في مصر، لان اللاعب لو
عدى، احنا بالنسبه لنا لو عدى 17 18 سنه وما لعبش فريق اول بيعتبر يعني كبير. يعني زي فكره محمد صلاح. محمد صلاح احترف وهو لسه صغير بالظبط، عشان كده انه قدر يكون في استمراريه. فان شاء الله يعني احنا ماشيين بخطه متوازيه كده، زي نفس خطه نادي الجونه. نفس خطه نادي الجونه، لا لانه حضرتك يعني واضح جدا نادي الجونه ومكادي هي أندية اشتغلت فعلا بشكل مؤسسي وحققت نتائج. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، خطة الأربع سنين اللي جايين، فاحنا عارفين احنا رايحين فين. بس بعض الناس هتقول طب ما هي متوفرة الموارد المادية، فهل وبالتأكيد مدرب أجنبي فبيتقاضى أجر كبير، تأسيس يعني التزام اللاعبين ده ليه تمن، هل بس العنصر المادي هو الأساس في أنه يبقى عندي نادي قوي؟ وكلمنا بصراحه يعني. لا هو سوري يا نطف، هو الاساس طبعا العنصر المادي ده بالتاكيد، بس العنصر المادي لوحده ما بيكفيش ان انت توصل للهدف اللي احنا عايزينه. لازم يكون في العنصر المادي زائد الخبرات، يعني لازم يكون في خبره برضو في الاداره، خبره في التدريب، ان نقدر نوصل، بنرسم خطه ان احنا نقدر نوصل بيها للهدف بتاعنا. لكن العنصر المادي في تجارب كتير مش عايز اذكرها يعني، في ماديات كتير جدا، لكن للاسف يعني لحد دلوقتي مش قادر. وانا مش هضرب مثل بعيد، انا هضرب مثل عن نادي الجونه. احنا لما صعدنا اول سنه وجبنا استقطبنا لعيبه بمبالغ يعني كبيره ولعيبه معروفين، للاسف قعدنا لحد اخر اسبوع واحنا مهددين بالهبوط، فكده العنصر المادي مش كافي قد ما يكون في عنصر خبره موجود بالزبط. عشان كده احنا استعنا بالمدير الرياضي وبالكابتن دون شانكس، بحيث ان احنا بنضع خطه كامله بجانب الماديات، بس حتى لو خطه كامله وما فيش امكانيات ماديه هيبقى برضه مش هيحقق نتائج. ودي اجابه متوازنه جدا ومتوقعه، لانه ما فيش رياضه بدون امكانيات ماديه تقدر تضمن كل ده. اخيرا، هل عندكم من ضمن الخطط الطويله دي خطط تاهيل اللاعبين للاحتراف خارج مصر؟ لانه في منظومه صناعه الرياضه دي نفسها، دي واحده من موارد الدخل للانديه الناشئه، فهل ده كمان في الخطه؟ والله في الخطه، وده من يعني من اوائل الخطه ان نكون في لعيبه، لان احنا لو عندنا لكل محافظه في مصر واحد زي محمد صلاح هيبقى مصدر دخل ليها كمان للبلد نفسها، زي البرازيل. البرازيل يعني بتعتمد اعتماد كلي على الكوره وعلى التسويق الرياضي بالنسبه لها كلاعب الكوره. فاحنا برضه هدفنا ان اللعيبه دي كلها تطلع من صغرها، طبعا هيبقى في تعليم ليهم لغه بالظبط، زائد نظام غذائي معين، بحيث ان اللاعب بيقدر لو طلع يعمل معايشه بره. احنا لو طلعنا كل سنه اثنين بس لعيبه او ثلاثه كفايه يعني ناوي ده، وده يدي امل لاجيال تانية، ده بالنسبه لها حلم كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد السحيفي، رئيس نادي مكادي، اللي بيحقق خطه، واي حاجه اي منظومه في الدنيا بتدار بشكل مؤسسي ووضع اهداف وتحقيق نتائج وانفاق مدروس هتجيب جوان. يعني زي ما استاذ احمد قال، احنا عملنا النموذج ده، طبقناه في نادي الجونه، وصلنا الى الدوري الممتاز، احنا عارفين ان احنا رايحين الدوري الممتاز. الكلام يعني طول ما هو مسنود على علم بيبقى مليان ثقه.